يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وبعد السلام من صلاة العصر أستغفر الله ثلاثا ثم أشرع في قراءة بعض الأحاديث على جماعة المسجد، فأتاني بعض الجماعة وقال دعنا نذكر الله بعد الصلاة بالذكر الوارد ثم ابتدئ في القراءة، فما التوجيه؟ يروحون ما يقعدون، قالوا يقعدون لما يحرصون، ولكن يا أخي الأحاديث من ذكر الله، قراءة الأحاديث من ذكر الله عز وجل. نعم.